السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمتابعين، ازيكم عاملين ايه؟ إن شاء الله تكونوا بخير. يعني أنا لسه موجود في الأرض بستلم الشبكة عشان أسلم شغلي، وعلشان نبقى ظابطين شغلنا 100%، احنا بنسلم العملاء زي ما انتوا شايفين احنا بنعمل ايه بالظبط. جميل، بقى أنا المشرف على المشروع ككل، بس هذه نقرة وتلك نقرة أخرى يا صديقي. بفضل الله تعالى الساعة دلوقتي 3:30، وضغط المية زي ما انتم شايفين حضراتكم. انا فاتح اشارة وقافل اشارة علشان اشوف ضغط المية ماشي ازاي، وبعد كده بفتح الاتنين مع بعضيهم. اديك شايف بسم الله ما شاء الله بفضل الله تعالى المية عاملة ازاي. نعتذر على الهواء، تمام. والمية شغالة في بيت الارض على فكرة، المية شغالة تحت هناك اهي، لو حضرتك هتشوف بص اهي. يعني انا فاتح في 100 فدان على بعضيهم عشان تبقى فاهم، والساعة 3:30 بص المايه هناك عاملة ازاي. اللهم صل على النبي، ربنا يبارك لصحاب النصيب، ربنا يبارك للجميع يا رب، وعقبال ما الكل يعمل. حضرتك لو حابب تعمل شبكة ري، فمش عارف اقولك اعمل النهاردة ولا اعمل امتى. انا الاسعار راحت في 60 داهية، الشغل اللي كان بيتنفس بخمسة وبستة بقى بعشرة واتناشر، وكمان مفيش شغل، مفيش خامات، مفيش تسعير، كل حاجة واقفة. أنا مش بعملك الفيديو ده عشان أضايقك ولا علشان أزعلك، فاهم؟ أنا بس بوريك إحنا بنستلم شغلنا إزاي. أنا بستلم من الرجالة بتاعتي وأنا اللي بحاسب نفسي، أنت فاهم؟ انا قافل الاشاره وفاتح اشاره، انت فاهم، عشان اوزع بس الميه يرمي في الجنبين عشان اغسل الارض، فاهمني؟ فبوريك احنا بنستلم ازاي، ده اللي بنعمله هنا وبنعمله في كل ناحيه. مش انا رجالتي اللي مركبه، بس عادي انا ماليش علاقه وهم ما لهمش علاقه. شغل ميري بعيد عنك كده، حاجه سيئه شويه. انا فاتح الميه يمين وشمال عشان اغسل هنا واغسل هنا، وامشي الميه في الخطوط دي هنا وهنا. طبعا هنا مفيش غمر، رأي كله رأي مطور زي ما حضراتكم شايفين، تمام. بس دي هتزرع خضار ان شاء الله باذن الله تعالى. بص المايه جايه منين، بص. فمش عارف بقى الدنيا هتروح فين وتيجي منين، بس بص سبحان الله سيبها على الله، هي هتمشي على الكل، هي ماشيه على الكل، وزي ما ربك عايز هيريد، وربك كريم، وان شاء الله باذن الله هتعمر وهتخضر، ان شاء الله هتعمر وهتقدر. المرحلة الأولانية من المشروع بتاعنا 500 فدان، ان شاء الله بإذن الله صحابهم اللي اشتروا دول هيستلموا بعد العيد، يعني موسم الزراعة بس نشتغل نظبط في سيننا، وبعد العيد كله هيستلم ان شاء الله بإذن الله. المرحلة التانية المفروض كنا نعلن عنها، ولكن لسه بس بنظبط موضوع التسعير عشان نبقى ملتزمين بكل حاجه بنقولها لكم، وعشان نبقى معرفينكم الدنيا رايحه فين وجايه منين. دي النقطه الثانيه. النقطه الثالثه، الساده الافاضل اللي حاجزين معانا شغل وحابين نشتغل سوا، يا ريت تنجز يابا علشان احنا مش عارفين نثبت على تسعيره، وان كنت قلت لك على سعر فسامحني مش هلتزم بيه، لان المصانع دي مش بتاعتي، فاهمني؟ مصانع مش بتاعتي. انا معايا حوالي 5-6 مصانع، وضفنا للقايمه 4 جداد بقى حوالي 10. احنا بنجيب من كل مصنع احسن حاجه فيه، وبنوازن الشغلانه بتاعتنا بالشكل ده. عايز تجيب خاماتك واحنا نركب لك ومال تحت امرك، ما عندناش ادنى مشكله، بس ما تسالنيش بعد كده عنها. اركب واعمل كل حاجه، بس انا مش ملزم بضمانها، انا اضمن الحاجه اللي انا عاملها بايدي وجايبها بايدي علشان نطلع بنفس المنظر اللي انت شايفه ده. فدي النقطه اللي كنت حابب اوضحها، لان كذا حد سالني فيها وكلمني فيها. انا مش مصنع عشان لما تيجي تشتغل معايا تقول لي خد النص واتبقى لك النص. المصانع اللي بتعمل معاها ما بيطلعوش ماسوره ولا نقاط غير لما بياخدوا فلوسهم كامله، وده الطبيعي وده الوضع اللي ماشي في كل حته. فحضرتك يا سيد الفاضل لو ناوي تشتغل، حضرتك بتدفع فلوسك كاملة ويومين وتلاقي الحاجة عندك ورجالتنا شغالة بتركب،
مشروع الخارجة اللي أنا ماسكه لسه منزله ليكوا الفيديو من يومين أو امبارح حتى. جميل، بفضل الله تعالى احنا يوم الخميس هنكون انتهينا من الأعمال الإنشائية اللي هو تأسيس الطرق، عمل البنتيك، تسوية الأرض، وهنبدأ بعديها على طول نكمل في اللي بعديه. زي ما قلت لكم إن أنا مستهدف أنجز المشروع ده كله في 3 أسابيع وإن شاء الله أقل بعون الله تعالى. فتوقع الله صديقي وتابعنا عشان تعرف مشروع المشاركة رايح لحد فين، وعشان تعرف الدنيا ماشية ازاي. تحياتي ليكم، محمود حمدي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.